اهلا بكم مشاهدينا، كيف الحال؟ شكون فينا ما تعرفش سندريلا وكيفاش ان هذا لو كونت دو في كان مصدر الهام بالنسبه للعديد من الناس، خاصه الفتيات الصغيره كي تكبروا بهذه الفكره ديال سندريلا والقصه ديالها، كيفاش فتاه تحولات من حياه الفقر الى حياه النعيم بفضل فارس الاحلام. ولكن الاخصائيين خاصة في مجال ديال التنمية الذاتية أو المجال النفسي، بالنسبة لهم هاد متلازمة سندريلا هي تماما عكس الفكرة المروج لها وعندها واحد المعنى اللي هو سلبي جدا. هذا هو إذن موضوع هذه الحصة. ربيعة الغربوي، صباح الخير. صباح الخير عزيزة. ألوغ ربيعة، ديما كتجبينا متلازمات غريبة من بعض التسميات اللي تتكون هكذا معروفة، متلازمة باغيلين مونغو، ولكن هادشي راه كاين فعلا واحد المجموعة ديال الأبحاث العلمية منها هذا الموضوع ديال اليوم اللي هو متلازمة سندريلا أو لو سيندروم دو سندريون. زعما حشومة عليك، حنا بقيت عندنا واحد الفكرة زوينة على سندريلا بأنه سي أن كونت دو في، واحد الفتاة اللي مسكينة فقيرة وهذا وعاشت اليوتم وعاشت بزاف ديال الحوايج، وجا واحد النهار واحد فارس الأحلام نقدها. سي فغي كو الفكر ديالنا حنا كنساء ما كيبغيش بحال هاد الحوايج هادي، وما كيبغيش كأنك تبقى تسنى فارس الأحلام. يا فارس الأحلام سيتي نغناك الله أعلم عاوتاني. ولكن لو سيندروم بالمنظور ديال البحث العلمي مختلف تماما على لو كونت دو في. ياك فعلا، وقلتي لي بانه كيقيس النساء والرجال، دونك فسري لنا شنو هو هذا لو سيندروم دو سندريون عاد باش نعرفوا. فعلا عزيزه، حنا كنا كنعرفوا سندريلا وكنعرفوا بان هو واحد الحكايه جميله ديال، لان فيها شنو فيها؟ فيها اسبوار، فيها واحد الامل، فالخير ينتصر على الشر. الخير ينتصر على الشر، ما بقاش كافي لا، حيت كاين مجموعه ديال المفاهيم داخل هاد، علاش سمينا هاد المتلازمه بمتلازمه سندريلا. وهذه باحثه اللي سميتها كوليت دولينغ اللي كتبت كتاب، راه كاين الكتاب اللي سميتو متلازمه سندريلا، واللي انا قريت وفهمت منه بزاف المسائل باش صارت معنا حنا نقتسموا في البرنامج. عزيزه، وهذا الكتاب كتبه واحد الاخصائيه نفسانيه واستاذه جامعيه في جامعه نيويورك، دونك اللي كتكلم على هذه المتلازمه ديال سندريلا. علاش سندريلا؟ سندريلا كانت عندها واحد الحياه اللي هي جد قاسيه، فكانت عايشه مع مع زوجة الاب ديالها ومع الاخوه ديالها من الام ديالها، وكانوا كيتعاملوا معها واحد المعامله سيئة. هي سيئة، ومع ذلك فهذيك سندريلا ما عمرها ما هزت الراس وقالت حبسوا عليا هذه المعاملة، أنا ما يمكن ليش تعاملوني هكا. فهي كانت حانية الراس وكانت كتعيش الخنوع والخضوع، في الخضوع وفي الخنوع وفي الخوف، إلى واحد النهار جات عندها واحد هذيك لافي مارين، يعني واحد اون في ما شنو هي بالعربية، المهم احنا ما عندناش الثقافة ديالنا لافي، مي بون اون في يمكن جنيونة جنيونة مشبية ساحرة وساعدتها باش تحضر لواحد لو بال، كنعرفوا القصه، لواحد الحفل اللي غادي يكون فيه لو برانس شارمون، الامير اللي الامير اللي كلشي كينتظرو، وبانها هذيك الليله كانت هي واحد القفزه في الحياه ديالها، خلات الحياه ديالها كلها تغير. باش تغيرت الحياه ديال سندريلا؟ ما تغيرتش بالاهداف انها بغات توصل لهم. باش تغيرت حياتها؟ ما تغيرتش بالعمل، ما تغيرتش بالدراسه، ما تغيرتش بالمجهود، تغيرت بواحد ان انشانتمون، واحد الحدث فوالا، وضربت باكيت ماجيك، باش نقول ما بغيت نقول ضربت حد، هي تقدر تكون ضربت حد بحدث. فمن هنا جا هاد لو سيندروم، هاد المتلازمه، لان كاين مجموعه ديال الناس اللي عندهم هاد المتلازمه ولا عندهم خصهم يكونوا فاتن بها باش يخرجوا راسهم من هاد المتلازمه. بمعنى بزاف منا اللي تيكونوا في الحياه ديالهم كيتسناو دائما حدث منقذ باش تغير الحياه ديالهم، كيكونوا عايشين في خنوع في خضوع
شنو يكون الخضوع؟ ماشي ولا بده يكون شخص وهو نعم. كيهي من عليك تقدر تكون ظروف صعبه، ولكن في هذيك الظروف الصعبه انت ما كتهش الراس وما كتمشيش للامام وما كتغير من حتى شي ما كديرش مجهود باش تخرج من هذيك الظروف. مجهود شنو كتسنى؟ ولكن انت كتشكي وكذلك كتحس لا فيكتيميزاسيون، يعني بالضحيه تلعب كيلعبوا الدور مثلا الضحيه وكيكون كيشكي وكيتمنى التغيير ولكن التغيير ما كيجيش، كيتسنى الحدث بحال سندريلا لان غتغير الحياه ديالو، كيبقى في هذا الامل، يقدر الامل يبقى داير حياته كلها. فهنا كنشوفوا حتى في التربيه ديالنا بعض المرات ديال وليداتنا ان يمكن ما كنعطيوهمش الفرصه انهم يتعلموا على المجهود، يتعلموا على الدراسه، يتعلموا على مسائل لان هي اللي غتوصلهم الهدف ديالهم، خصوصا في التربيه ديال البنات. وانا غتقول لي عزيزي يمكن هادشي ما بقاش باقي، انا عطيت سؤال هذا الاسبوع، هذا الاسبوع نهار الاثنين عطيت سؤال، كنا كنخدموا على واحد على واحد الهدف في القسم اللي كتقري، القسم اللي كنقري كتقري المستوى ديال الاجازه، مستوى هادو كان سنه اولى كنقري مستوى الاجازه، مي كانوا مستوى السنه الاولى مورا الباك، وقلت لهم من هنا 10 سنين كيفاش كتشوفوا نفوسكم، خدموا على لي بروجي بروفيسيونيل. فانا شفت الاجوبه مختلفه، و طاحوا لي جوج تاع البنات اللي قالوا لي حنا كنشوفوا راسنا مزوجين عندنا 10 سنين، قلت لهم معلوم ان شاء الله الله يكمل بالخير. حنا كندويو على لو بروجي بروفيسيونيل، كندويو على البرنامج المهني، كندويو على شي حاجه اللي مستقبليه ومهنيه. واش الزواج مهني؟ شوف هنا تيبان لك يعقدوا يكونوا هادو دي زانديس ديال الاشخاص اللي عندهم واحد هاد المتلازمه اللي كيعيشوا بواحد لا ديبوندونس، كيكونوا دائما كيتسناو مثلا مشروع زواج لتغيير الحياه، وهذا الشيء راه ماشي غير عند البنات، تيكون كذلك عند الرجال هذا لو سيندروم. الوغ هذا الانتظار ديال هذا الحدث واش هو تيكون حدث اللي كيعتبروا نفسهم ما كيديروش فيه مجهود، يعني غادي مجهود اكستيريور وهما غادي يجيو غير داك الشيء غادي ينزل عليهم بحال القدر. اكزاكتومون فعلا فهاد المتلازمه سندريلا فالمجهود تيكون قليل وضائل ومنعدم بعض المرات او ضئيل، يعني التغيير تيبغي دائما يكون تغيير خارجي، فهما الناس كيكونوا محتاجين لمهيمن ان دومينون، كيكونوا دائما كيحتاجوا كيكونوا دي سومي كيكونوا عندهم الخضوع وكيبغيو دائما شي واحد، لان المنقذ كيكون احسن منك. المنقذ كيكون عنده اللي ما عندكش، اذا دائما كتبقى تشوف راسك تحت من الناس الاخرين، وهذاك اللي احسن منك هو اللي غادي يجي ينقذك، يمكن عنده فلوس اكثر منك، يمكن قاري اكثر منك، عنده مشاريع اكثر منك. وهذه تنشوفوها عند تا الرجال، راه ماشي غير النساء، حيت كنسمو سندريون كنقولوا صافي راه سيكو لي فام، لا حتى الرجال، عند الرجال حتى هما كاينين الرجال اللي كيتسناو منقذة مثلا منقذة في الزواج. دونك المنقذ دائما تيكون لو سيكس اوبوزي يعني فعلا. إلا كانت مرة كتنتظر منقذ رجل، إلا كان رجل كينتظر منقذة مرة، وغالبا في علاقة زواج كذلك في علاقة زواج. يعني مثلا رجل كيكون كينتظر مرة عندها الفلوس أكثر منه، أو كينتظر مرة عندها تجربة مثلا مهنية أكثر منه، أو عندها مستوى مثلا اجتماعي أحسن منه اللي غادي يمكن تزيد بها القدام تهزو أكثر. دونك كيكون هذا الانتظار اللي هو ما مبنيش على المجهود الشخصي. دونك الإنسان ملي كيكون في هذه القاعدة هذه فهو كيخلي القدرات ديالو ما كينميهاش، لأن علاش غنمي القدرات ديالي؟ غادي يدير الخدمة في بلاصتي دونك القدرات كنكونوا طفيناها، ما كنكونوش عاطيين القيمة لريوسنا، تنعطيو قيمة للناس الآخرين، تنتسناو المهيمنين هما اللي يسيطروا على الحياة ديالنا، ولكن حنا بالنسبة لنا هاد السيطرة فيها ربح، لأن فيها أقل مجهود. كل ما المجهود ديالنا كان ضئيل كل ما رحنا رابحين، ويدير بين الانسان الاخر اللي باغ. واش تيكون هذا الانتظار واعي به الشخص؟ لا، يعني هذا الشيء كله لا واعي، متلازمه. علاش كنسميوها متلازمه؟ انسان غوم، لان الانسان ما كيكونش واعي. يعني هذا علاش نتكلموا على هذه المواضيع، باش نرجعوا نفوسنا ونقولوا واش حنا فينا هذا الشيء؟ واش انا في النطاق ديالي عندي وليداتي فيهم هذا الشيء؟ كيفاش نربيهم ما يكونش عندهم هذه المتلازمه؟ كيفاش نربيهم يعتمدوا على نفسهم؟ كيفاش نربيهم بان الحل كيجي من الذات، المجهود من الشخصيه ديالي، ما كاينش المنقذ. المنقذ الاول والاخير
هو نفوسنا وما تعطيش حياتك لشخص آخر. لأن اون فوا كتسلموا المفاتيح ديال حياتك راه صافي كيقدر يدير بك اللي بغا ويعني ويتحكم يتحكم في الحياة ديالك. هذا علاش في التربيه ديالنا مع وليداتنا خصنا نعطيهم بزاف ديال الحب والمحبه، لان اغلبيه الناس اللي كتكون عندهم هذه المتلازمه كيكونوا عاشوا هيمنه سيطره عنف ديال الوالدين عليهم، فهما بحال كيتعلموا ان الحياه فهي خاصها تكون بحال هكذا، يعني الا عندي والدين مسيطرين اذا انا مسيطر عليه، يعني الناس اللي غنلقاهم في الحياه دائما انا غنبقى في لا بوزيسيون ديال المسيطر عليه وخصني من يسيطر علي، لان ما كنعرفش انا هاد البوزيسيون هذه، دونك هاد المكانه، دونك انا كنبقى نتير حتى لنفسي الناس اللي هما غياخذوا مفاتيح ديال الحياه ديالي. والنهار تلقى انسان اللي ما كيقدرش يعطيني كيبي لك المواصفات مفيش هاد المواصفات، فانا بحال كيوقع لي واحد خيبه امل، لان كنوليو عايشين في اون ايدياليزاسيون في مثاليه، كنبدا دائما الفرد الاخر كنعطيه واحد في انتظارات كنعطيه انتظارات اللي ما قادش عليهم، تنبني معاه امل اللي ما قادش هو عليه، تنعطي اهداف اللي هو ما عندوش، اذا دائما كنبقى عايشه في خيبه امل. الناس اللي في الحياه ديالهم عايشين في خيبه امل متكرره يفكروش عندهم هذه المتلازمه، الناس اللي ان ما تيدوزوش لا بريس دينيسياتيف، ما تيديروش قرارات في الحياه ديالهم واهداف، يفكروش عندهم هذه المتلازمه. بزاف ديال الفتيات اللي كيكونوا بعض المرات كيكونوا كيقراو ولكن هما تيقراو تيقول لك انا تنقرا غير باش نفهم، انا غناخذ الليسانس ومن بعد نتزوج، شنو غدير انا غادي نتزوج في اخر كاينين عائلات كيربيو بناتهم باقي هادشي عزيزه كيربيو بناتهم على الهدف انه الاخير هو الزواج، قراي باش تزوج، يعني كيربيو البنات والولاد بواحد الطريقه مختلفه. لحد الان عندنا هاد العادات في المغرب ديالنا ان البنت لو وصلت 18 سنه فهي كبرت عندك خصها تزوج. هادشي علاش عندنا نسب طلاق مرتفعه جدا ما بين المعايير كاينين هادشي يعني احنا كنعطيو امثله مختلفه باش يمكننا نفكروا ونبعدوا على هذه المتلازمه. لان قد ما بعدنا عليها قد ما كنعولوا على نفوسنا، قد ما عولت على نفسي قد ما كنمشي نكون نفسي اكثر. والمجهود دائما يعطي نتائج جيده، هذه شي حاجه قناعه اللي خصها تكون عندنا في الدماغ ديالنا. ما كاينش نجاح تيجي بلا مجهود، بدون مجهود ما كاينش مال كيجي بلا مجهود، ما كاينش شي هدف تيتحقق بدون مجهود، هكذا تخلق الكون. يعني في كل فوالا كل حاجه كنديروا فيها واي مجهود تيعطينا نتائج بشكل او باخر. بعض المرات كيبان لنا ان واحد المجهود ما عطاش نتيجه، لا كيعطي نتيجه بشكل او تعطي نتيجه في مجال اخر ولا ما قضيتيش معاه. مي هذه قناعات خصنا فريمون نامنوا بها، وكذلك نردوا البال من لي كونت دو في. العالم تغير وكنلقاو راسنا اننا تشربنا بواحد المجموعه ديال الافكار اللي كتجمد طريقتنا ديال التفكير وكتجمد الرؤيه ديالنا، وحنا كنا كناخذوها بواحد الشكل هو جميل ونشريو بنيتاتنا لي كونت دو في الوغ حنا كنزرعوا فيهم واحد الافكار اللي هي خاطئه جدا ولا تمشي الواقع. على هذه على لي كونت دو في اكزاكتومون، على هذه الحكايات المتوارثه واللي غالبا تم التسويق لها بواحد الشكل هو غريب جدا. غادي نكملوا هذا الموضوع هذا معكم هذه العشيه، معك كذلك ربيعه الغرباوي، ومعكم مستمعينا ومشاهدينا على امواج راديو دوزان من 2:30 حتى 4. شكرا لكم والى اللقاء.